افتتح سعارة السيد أيمن بن توفيق المؤير وزير شؤون الشباب والرياضة فعالية درايف أند داين في جرافيتي فيليج، والتي تستمر لغاية 26 من ديسمبر المقبل. وتعتبر هذه الفعالية من الفعاليات المتميزة والتي تساهم في تحفيز المشاريع الريادية الشبابية المتخصصة في مجال الطعام ودعم القطاع السياحي. دعما للمشروعات الشبابية البحرينية في مجالات الأطعمة المختلفة ومراعاة لمبدأ التباعد الاجتماعي والإجراءات التي اتخذتها المملكة للتصدي لجائحة كورونا، قام وزير شؤون الشباب والرياضة بجولة في جرافيتي فيليج وتعرف على الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي اتخذت لإنجاح فعالية درايف إن داين، بالإضافة إلى التعرف على المطاعم والعربات المشاركة. وزير شؤون الشباب والرياضة أكد على أن هذه الفعالية تسلط الضوء على المشروعات الشبابية الناشئة، خاصة الذين يحظون باهتمام مباشر من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، كما أنها تعد فرصة مثالية للابتكار والتعرف على المشروعات البحرينية في مجالات الأطعمة المختلفة. المشاريع الشبابية مركزين عليها احنا في كل فعالية ومركزين عليها في كل نشاط شبابي، فهذه طبعا شركة خاصة قامت بترتيب هذه الفعالية واحنا طبعا شاكرين لها. هم هي منفس للشباب وهم هي فرصة حتى يركزون على مشاريعهم التجارية، وإن شاء الله مثل ما نقول إحنا منها الأعلى ذي حابين أن نشوفهم يدخلون في التجارات، في منهم اللي عندهم المطاعم، في منهم اللي عندهم منتجاتهم الخاصة اللي تم تصنيعها في البحرين، وفي منهم طبعا اللي جايبين منتجات من الخارج وصاروا هم ممثلين لهم. نشكر سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على دعم للشباب ودعم المباشر لهم، واليوم افتتاح وزير الشباب والرياضة شكل دافع مواصلة الفرص للشباب لتكوين علامة تجارية خاصة فيهم تساعد في دخول السوق المحلية والعالمية. وتتميز هذه الفعالية عبر التنقل بالسيارة فقط والاستمتاع بمختلف المأكولات الشهية والأنشطة الاجتماعية والترفيهية والفنية. نبيع الانديان ستريت فود مثل الدهي بوري، براتا، الوكا براتا وكذي، ومشروبات هندية. عندنا البرجر هو عبارة انك تتخيل البرجر اللي تبيه واحنا نسوي لك اياه. اذا تبي تسوي كله خضراء، تبي سبايسي وايد، تبي بس هالوفينو، اللي انت خابرك فيه احنا نسويه. هذه الفعالية تعد رافدا سياحيا واقتصاديا، حيث انها تقدم نموذجا جديدا عبر التنقل وطلب الاطعمة. وتضم هذه الفعالية 80 من أشهر المطاعم المحلية التي ستقدم مأكولاتها في ساحة جرافيتي فيليج. الرغبة الطموحة باحتضان تلك المشاريع الحيوية الوطنية وتوفير البيئة المثالية لهم يؤكد على مساندة مملكة البحرين للشباب ودعمها لمشاريعهم للانتقال بهم نحو الاستدامة ودخول الأسواق المحلية والعالمية. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.